مرسوم رقم 6155 اعتبار الحكومة التي يرأسها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة 53 منه والفقرة ألف من البند 1 من المادة 69 منه يرسم ما يأتي. المادة الأولى: اعتبرت الحكومة التي يرأسها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره بعبدة في 21 كانون الثاني 2020 الإمضاء ميشيل عون. مرسوم رقم 6156 تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة 53 منه بناء على المرسوم رقم 6155 تاريخ 21/1/2020 المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة يرسم ما يأتي. المادة الأولى: يسمى السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره بعبدة في 21 كانون الثاني 2020 الإمضاء ميشيل عون. هلا مرسوم رقم 6157 تشكيل حكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 4 من المادة 53 منه بناء على مرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 المتضمن تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يأتي. المادة الأولى: عين السادة حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء. زينة عكر نائبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع الوطني. عكر دميانوس قطار وزيرا للبيئة وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية. نصيف حتي وزيرا للخارجية والمغتربين. غازي وزني وزيرا للمالية. راؤول نعمي وزيرا للاقتصاد والتجارة. محمد فهمي وزيرا للداخلية والبلديات. عماد حب الله وزيرا للصناعة. ميشيل نجار وزيرا للأشغال العامة والنقل. رمزي مشرفية وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للسياحة. ريمون غجر وزيرا للطاقة والمياه. طارق مجذوب وزيرا للتربية والتعليم العالي. غادة شرام وزيرة للمهجرين. طلال حواط وزيرا للاتصالات. محمد حسن وزيرا للصحة العامة حمد حسن. ماري كلود نجم وزيرة للعدل. لميا يمين وزيرة للعمل. منال عبد الصمد وزيرة للإعلام. عباس مرتضى وزيرا للزراعة ووزيرا للثقافة. فارتيني أوهانيا وزيرة للشباب والرياضة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره بعبدة في 21 كانون الثاني 2020 الإمضاء ميشيل عون، صدر عن رئيس مجلس رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الإمضاء حسان دياب. وفي جلسة بكرة لمجلس الوزراء يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 11 من نهار الغد الموافق فيه 22/1/2020 جلسته الأولى في القصر الجمهوري، وعلى أن تلتقط الصورة التذكارية عند الساعة 10:30. شكرا. نحن وياه واحد.